بلد السامبا وكرة القدم البرازيل اختارت أن تعرف زوار إكسبو دبي بثقافتها عن طريق تصميم جناحها على هيئة شاشة عملاقة. وفور دخولك تستقبلك أنغام السامبا وهذه المنطقة المائية التي تعطيك إحساساً بأنك في أحد شواطئ كوبا كابانا أو حتى نهر الأمازون. تجربتي في جناح البرازيل في موقع إكسبو 2020 تجربة لنا الحين جداً جميلة، وأنا يعني باللي شفته في هذا الجناح ذكرني كثير في سفرتي اللي رحتها في البرازيل، بمعنى أنا رحت البرازيل ورحت في مدينة ريو دي جانيرو ورحت أيضاً في الأمازون في منطقة مناوس، شفت أماكن جذابة كل شيء بشكل كبير وتوحي بروح البرازيل والطابع الأمازوني. فاللي عجبني أن اللي موجود هني يعطيك انطباع بالأجواء الأمازونية اللي إحنا شفناها في البرازيل. كما استخدم القائمون على الجناح فن الفوتوغرافيا للإشارة إلى التنوع الطبيعي والعرقي للبلاد. ولم يخفل الجناح تسليط الضوء على جانب التطور التقني والتكنولوجي للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والمستدامة. كريم ناصر، سكاي نيوز عربية، إكسبو دبي.